السلام عليكم يا الخوة. اليوم رانا 21 دوز 2012، والله أعلم ولا راني في الحياة ولا راني في الآخرة، ما على حسابي راني في الدنيا هذه والآخرة مازال ما لحقتش. دونك لا فين دي موند سا سرا بور اون اوتر فوا. كيفاش نبداو الموضوع تاع اليوم هذا؟ الشعب المغربي شعب شقيق وشعب أخ، وأنا عندي كثير من المغاربة أصدقاء، وأكثر من أصدقاء يجيوا عندي للدار وعندهم للدار، يعني خاب. يعني أنا كجزائري ما عندي حتى عداوة مع المغرب كبلد، المغرب كمملكة، المغرب كشعب، المغرب كتاريخ وكمستقبل، ما عنديش عداوة معه. اليوم اللي فاتوا هادو ما جيلو ماركي كاين واحد الجماعة نعرفهم سي اليوتيوب، بالاك يلسو سون ترانسمي الميساج، يجيو لعندي لاشين تاعي و يتابوناو. بالك لو هازار فيغ دي شوز، بالك يا ميساج كي سيركيل بين هاد الجماعه هادو تاع المغاربه، هم دوك يعرفوا روحهم باش جاوبونا عندي سيكم يحوسوا يعرفوا شكون انا واش ندير. الوغ جو لو لونس ان ميساج هاد الجماعه هادو، اوليو تلتهاو واش راهو يدير الجزائر وعلاش محتاج، انا وان بيتي دوكيومونتير ها وريته لكم دركا جاز هنايا.
الصوت ما يهمكمش، على كل حال لونجلي ما تفهموش سي با غراف. الور كونسونتريفو على الموضوع. الموضوع انه المملكه المغربيه في وقت من الاوقات كانت تحط في بومبات ومينات فوق الارض، والارض هذه كاين دراري يكبروا فيها وناس وكذا. المملكة المغربية خلقت مشاكل لهاد الناس، يعني وكان تاخذوا رأيي اوليو تلتهاو في الجزائر شحال سوى البطاطا وشحال سوى الزرودية وشحال، التهاو بأمر يخص بلادكم، وهو كيفاش بلادكم ما تقتلش الناس. هاد الناس سواء كانوا مغاربة او صحراويين، المملكة المغربية ما عندهاش الحق تقتلهم بالمينات. أطفال صغار بلادكم واسمها المغرب هي دارت لهم المينات هذوك. المغرب إذا كان يبحث على السن في إفريقيا الشمالية ما لازمش يدير المينات. وحنا عندنا ثقة كبيرة في الشعب المغربي بأنه شعب سالم ما يحبش الحرب، ولهذا نطلب من الشعب المغربي يضغط على المالك تاعو باش يصرف فلوس دراهم باش يعاون باش ينحو البومبات هذوما اللي زرعهم الوالد نتاعو الملك الحسن الثاني. على بالنا بلي كاين الاشراف كتار في المغرب، واذا يحتاجوا نساعدوهم في هذه المهمه باش ننشروا واش راه يدير المغرب في شمال افريقيا، وهو بلد لكل حال شقيق لكن فيه ناس دير سياسة تاع لا استقرار في المنطقة. لا استقرار في المنطقة لا تخدم الشعب المغربي اولا وقبل. الشعب المغربي من الشعوب تاع شمال افريقيا من افقرهم، والمغرب كبلد عنده إمكانيات جبارة باش الشعب هذاك يعيش أحسن. لازم الشعب المغربي يفطن بليك يقول الملك تاعو الوحدة الوطنية لازم تكون للبناء ماشي وحدة وطنية تاع حرب. لازم يلقى لكم سيما واحد آخر يجمعكم، ماشي كراهية الجزائريين والحرب على الصحراويين. لازم تلقاو لكم حاجة أخرى هي توحدكم، ماشي هاد الشيء يوحدكم الخير ماشي الشر. ونعاود نقولها على كل حال، ثقتي كبيرة في الشعب المغربي، شعب شقيق وشعب أخ، والأغلبية منه ما يحبش الدل وتاع المخزن، وشعب حر كما شعب الجزائري. على كل حال هذه ميساج ان شاء الله توصلوها لاخواننا المغاربه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.